والله الحمد لله، يعني الفترة كانت صعبة جدا ويعني من الأول شوية مشاكل كده، بس الحمد لله قدرت إن أنا ألاقي نفسي تاني، والحمد لله كسبت بطولة بلاك بول وكنت في نهائي بطولة الجونة، وأدينا أهو في بطولة العالم 3 بطولات ورا بعض. يمكن الفترة ضيقة جدا، بس الحمد لله الواحد ابتدى يستعيد البطولات تاني، وإن شاء الله يعني عيني على البطولة دي إن شاء الله. طيب دلوقتي أنت رجعت للتصنيف الثالث على العالم، قدامك فرصة كبيرة بعد ما وصلت لنهائيات بطولات بلاتينيوم، ايه الهدف اللي انت حاطه في بالك يعني قبل نهاية الموسم؟ والله بس يعني انا مجرد ان انا كنت يعني ابتدي ارجع تاني وابتدي يعني اوصل الفاينلات تاني واوصل للحتة الطبيعية اللي انا كنت فيها والبطولات تاني. طبعا استعداد ان تكسبي بطولات ده مش حاجة سهلة، وعيني مش على التصنيف خالص دلوقتي. انا وصلت قبل كده رقم واحد، بس مش عيني عليها دلوقتي، عيني عليها ممكن السيزون اللي جاي. بس يعني الحمد لله قدرنا احنا نخلص المشاكل ونخلص كل الحاجات اللي كانت بتحصل دي، ورحت انجلترا بتمرن دلوقتي مع مصنف، يعني كان مصنف رقم واحد على العالم جيمس وولستروب، والحمد لله يعني دعم طبعا الجمهور بشكل كبير جدا، جمهور مصر وبالاخص جماهير النادي الاهلي على طول معايا، يعني رغم النتائج ما كانتش مظبوطه بس كان كله فاهم ومقدر الموقف، وبشكرهم جدا. وان شاء الله يعني بخصوص النادي الاهلي بقى، وخلاص داخلين على نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي، وهيصادف ان مباراه الذهاب هتكون نفس يوم نهائي بطوله العالم سكواش، هتعمل ايه في الموضوع؟ يا رب بس اوصل النهائي الاول، بس دايما بتصادف ان ماتشات بتاعت افريقيا في الاهلي دايما بتيجي على وقت ماتشاتي، وبالاخص كمان يعني اللي هو نفس الساعه اللي بلعب فيها. بس لا يعني اللعيبه رجاله، وان شاء الله نقدر هناك ان يعني ان احنا النتيجه تكون ان شاء الله 1-0 لينا او حتى بالتعادل، ونرجع هنا ان شاء الله يوم 25 الماتش ان شاء الله تكون احضره، وان شاء الله اطلع على طول على انجلترا ان شاء الله. تتوقع مين اللي هيكون مؤثر في نهائي افريقيا؟ اللاعب اللي هيعمل فرق؟ والله يعني انا بقول يعني ممكن قفشه كده، حاسه في النهائيات دايما بيعملها، فاعتقد هو خد فرصته ان شاء الله، يعني متاكد كمان في القاهره هنا ان شاء الله هيأدي وهيعمل كده. بس طبعا اللعيبه كلها رجاله، ومصطفى شوبير طبعا مأدي على اعلى مستوى، وان شاء الله يعني الرجاله هتعملها. طبعا انت كنت لعبت كوره قبل كده وقلت انت لعبت كحارس مرمى وكده، ايه رايك في المستوى؟ والله لعبت كوره بس مش حارس مرمى، بس لعبت يعني لعبت كتير، وكان قبل السكواش كمان بلعب، فلغايه دلوقتي بلعب يعني دايما بلعب خماسي وكده، وعلاقتي بالكوره يعني اكتر حاجه بحبها في حياتي، فدايما ورا الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله يعني لما يرجعوا ان شاء الله احنا يعني انا واصحابي كلنا رايحين يوم 25 ان شاء الله. اخيرا بعد السكواش ما بقى خلاص في الاولمبياد ولوس انجلوس، شايف مصر قادره انها تحصد ميداليه ذهبيه، خاصه انك وقتها هتكون من اهم اللعيبه اللي مصر بتراهن عليهم؟ والله ان شاء الله ان شاء الله، يعني احنا يعني يمكن 4 سنين دي ما نلحقش في تطوير البلاد الثانيه بشكل كبير جدا، لا يعني مش شايفين ده، وان شاء الله يعني مش عارف الجيل اللي موجود دلوقتي هيفضل موجود ولا لا، بس ان شاء الله الجيل اللي هو معايا او كده ان شاء الله يعني نقدر نحقق الميداليه ان شاء الله.